البنات اليوم نقدمو كوكا بعجينة عادية، يعني ماشي عجينة مورقة. نحتاجو كاس ماء بارد معمر، وكاس زيت ماشي معمر كيما راك تشوفو. نحتاجو مغرف صغيرة ملح، وأقل من نصف المغرف خميرة حلوى، خميرة كيميائية، والفارينة حسب الحاجة. دوك نمروا للعجينة. لا على بركة الله نمروا للعجينة. نبدو بكاس ماء، نضيفوا عليه الزيت، نخلطوا الخليط مليح حتى يتغير اللون تاعه. أصبح الخليط لونه أبيض. نضيف الملح والخميرة الكيميائية، نضيف الكمية الأولى تاع الفارينة، نخلط جيدا، نضيف الكمية الثانية، حتى تحصلوا على عجينة طرية. الآن نستعمل اليد. نستأنف العجين باليد، نزيد الكمية تاع الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة لينة. حصلنا على عجينة طارية، نزيدو نلموها، غير تتلم ما تدلكوهاش. لمت نخلوها ترتاح 20 دقيقة، ودرك نحضرو الخلطة السحرية اللي نحتاجوها فوق العجينة. نحتاجو مايزينا حوالي 4 ملاعق مايزينا، ونضيفوا لها الزيت حتى نتحصلوا على كريم. بسم الله. هذه هي اللي تورق لينا العجينة. خلاص الزيت، انا تحصلنا على كريم. دوك نستعملوها في العجينة. بعد ما ارتاحت العجينة معانا نحلوها، استعملوا قليل من الفارينة.
هاي ارتحت مليح العجينة. يكون السمك نتاعها مليمترين. ودرك ندهنو الكريم اللي صنعناها قبل. نوزعوها على العجينة. نوزعوها بهذه الطريقة. نمر للمرحلة الثانية. بعد ما رولينا العجينة نقسموها على اثنان، نخلو واحدة على جنب وهذه نستعملوها نحلوها. بعد ما حلينا العجينة نحطوها في صينية ونبدو في الحشو. الحشو اختياري، نديرو لاصوص طوماط. بسم الله. الأطراف نخلوهم منديروش فيهم الحشو. أنا نضيف البطاطا المقلية، كل واحد واش يبغي يدير. نوزعوها على كامل العجينة.
نضيف فرماج غابي نوزعوه. بعد ما كملنا الحشو نزيدوا الطبقة الثانية تاع العجين. انا درتها في الرولو باش ما تغبنيش. بعد ما سقفناها من الجناب دركا نمر للتزيين. درنا حبة بيض مع قليل من القهوة، ندهنو من فوق. بسم الله. نقوم بالتقطيع، تقطيع خفيف باش يخرج لينا شكل جميل. حبة زيتون اذا هذا هو الشكل النهائي تاع الكوكه اللي درناها اليوم مع بعض. بعد ما دخلناها في الفرن على 200 درجه طيبناها من الاسفل وزدنا حمرناها من فوق، ودرك نقطعوها مع بعض. بسم الله. نتبعوا الشكل الاول اللي درناه. خارجه روعه. مقرمشه. Thank you.
كنشوفوها في طبق التقديم.